حنمشوا دكاترة للبي اللي هو السيلولر رياكشن. شنو دكاترة معليش من فضلكم لو سمحتم الله يبارك فيكم يستركم، حنمشوا للبي ألا وهو السيلولر رياكشن. كويس ممتاز تافه بسيط سلس طبعا الموضوع، أنا بيكم تركزوا شوية بس معي. باهي لما تقولي سيلولر رياكشن دكاترة معناها استجابة خلوية. يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور تديما في الأكيوت إنفلاميشن حيطلع إنفلاماتوري ميدياتورز زي شكون؟ زي مثل الانترليوكين دكتور العزيز واحد والانترليوكين ستة اسمع فيها وتيومر نيكروتينج فاكتور TNF. دكتور هذا مفروض ان هم يكلموا البرين ويكلموا الليفر ويكلموا البورمارو تمام؟ طبعا بيكلموا البورمارو علاش دكاترة معلش؟ سهلة كلموه باش يزيد اليوكوسايتس نمبر يعني يدير لنا اليوكوسايتوسيس، ويكلموا الليفر باش تصنع لي سي ار بي سي رياكت بروتين اكيوت فيز ريسبونس بروتين والكومبلمنت اللي هما سمول بروتين اللي يشاركوا في المناعه الذاتيه، ويكلموا البرين باش يصير فيفر بايركسيا يا دكتور بكل بساطه وسلاسه. كويس طبعا مش الكل يقدر يكلم البرين دكاترة بكل بساطة وسلاسة، وهذا تطلعهم التشيو ماكروفاج اللي هي أول مستجيب دكتور العزيز بكل تفاهة وبساطة. فركز معي باهي. قلنا في الأكيوت إنفلاميشن إن عنا ميدياتورز حيطلعوا، نعرفوا إن عنا إنترلوكين دكتور العزيز واحد ما ننسوش أبدا دكاترة. شنو عنا تاني معلش من فضلك؟ إنترلوكين 6 أند تي إن إف، إنترلوكين 1 و6 مرة تانية، تي إن إف أند إنترلوكين 1 أند إنترلوكين 6. شوف شنو بيديروا دكاترة معلش في البون مارو؟ واضحة يديروا ليكوسايتوسيس دكتور، ليكوسايتس بروتكشن. ممتاز. شنو بيديروا في الليفر دكتور؟ يزيدوا الأكيوت فيز بروتين زي السي آر بي، سي رياكتيف بروتين اللي هو يرتفع في الأكيوت إنفلاميشن دكاترة. سي آر بي حيكون هاي. باه في البرين دكتور العزيز معلش من فضلك لو سمحت، واضح في البرين شنو حيصير؟ بايروجينيك افكت يعني فيفر. سهله وبسيطه مباشره ما فيهاش اي مشاكل، والدليل ان لما تجي تطلب سي بي سي في الاكيوت انفلاميشن تلقى الوايت بلاد سيلز هاي ليوكوسايتوسيس واحد، تلقى دكتور العزيز سي ار بي هاي بكل بساطه وسلاسه، واكيد المريض حتلقى عنده فيفر حتى لو كانت لو جريد. وما تنساش ان تي ان اف كان نوت افكت دكتور العزيز شيني معلش من فضلك الليفر. كويس دكتور تي ان اف في الهارت شنو يدير لنا؟ ينقص الكاردياك اوتبوت. كويس تي ان اف يدير لنا اندوثيليال انجري ويزيد الكابيلاري بيرمابيليتي ويساعد على ترومبوسيس. تي ان اف والانترلوكين واحد دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه يديروا انسولين ريزيستنت. علاش دكتور معلش؟ باش الجلوكوز ان سيركوليشن تاعنا يكون هاي انف. كويس ممتاز دكتور معلش ديما سيستميك انفلاميشن شنو تلقى فاست سيستميك افكت دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه؟ فيفر اللي هي بايركسيا. واليوكو شنو دكاترة معلش؟ سايتوسيس. كويس ممتاز. سي ار بي شنو يكون؟ هاي. لكن لوكال افكت دكاترة في الاول هنا شنو بيصير لنا من فضلك لو سمحت؟ هي معلش لوكال روبر كيلر دولار تيومور فانكشوليزي دكتور معلش اللي هو عبارة عن شنو معلش؟ ريدنس هاتنس سولينج دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة، زي الدكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة قلنا ريدنس روبر كيلر هاتنس دولار بين توجع حمرة وسخونة وتوجع تيومر معناه سولينج معناه ايدي موفي انفلاميشن ليكزيديت باي. بعدين دكتور العزيز دوس اوف فانكشن فانكشوليزي. كويس لوكال انفلاميشن كريز فاسكولار موبيليتي. انتروكين واحد يساعد دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة هنا يا كيمو كان بتاعنا يعتبر باي. انتروكين واحد وستة اند كيمو كانز برضو عندنا عدة كيموكينز وعندنا عدة سيتوكينز بايشين يديروا ليوكوسايتس اكتيفيشن دكاترة بكل بساطة وسلاسة. انترلوكين واحد فانكشنينج ليوكوسايت بروموتينج ايجنت والتي ان اف برضو مسؤول دكتور العزيز على الاكتيفيشن. انترلوكين واحد وستة يكلموا التي سيلز باش تعطينا انترلوكين 17 باش يساعدنا نديروا فاجوسايتوز الاكسترا سيلر بكتيريا والكلام هذا. قصدي فدائما ابدا عندي تو افكتس دكتور العزيز سيستميك بروتكتيف وسيستميك دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه باثولوجيكال، وعندنا لوكال افكت دكاتره بكل بساطه وسلاسه روبر كيلر تولر تيومر فانكشن.
easy and simple, soft and lax together. دكتور هنا تو احنا نبغى نحطوا حاجة جميلة وتافهة وبسيطة جدا قدامنا هنا على السبورة ونبيك تركز معي شوية هنا كي باش تترتب لك الأمور باهي. دكاترة خلينا نحطوا هنا يا دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة نرسم وعاء دموي بالطريقة هذه. اوكي. وخلي نقولوا ان البكتيريا او الباثوجين دكتور العزيز قش هنايا قش هنايا وداروا لي سيل انجوري وداروا لي انفلاميشن. اول واحده حتستجيب حتكون التيشيو شنيا دكاتره ماكروفيج حتبلعمهم حتدير لهم اندوسايتوسس وحتطلع المواد اللي احنا قلنا عليها زي الانترليوكين 1 والانترليوكين 6 والتي ان اف وحتطلع حتى حاجه ثانيه اللي هي انترليوكين 8. ركز معايا انترليوكين 8 مونوسايت سكيموتاكتيك بروتين 1 وشن ثاني ايوتاكسين. طبعا هادو باش تدير بيهم شنو دكاتره كيموتاكسس. تمام اوكي ركز معي تو شويه بس وكل واحد منهم حنعرف وظيفته. لكن هذا لما خش درس الانجري فزاد الكابيلاري شني برمابيلتي فزاد توسعت الكابيلاريز عندنا هنايا والماده الكيميائيه الكيميكال ميدياتور طلعوا منها دكاتره بكل بساطه وسلاسه باش نديروا كيموتاكسس. انت الانترلوكين واحد اللي انت تشوف فيه واليوكوسايت بروموتينج ايجنت حيكلموا الوايت بلاد سيلز هذه شنو بيديروا لها واحد اكتيفيشن. اثنين الوايت بلاد سيلز هذه حتجي هنا في الحاشيه اسمها في اللغه الطبيه مارجينيشن نيجت في الحاشيه وفي ناس سمي فيها با في منتيشن اصطفاف. بعدها دكتور العزيز بعد المارجينيشن او البافيمنتيشن حتبدا تلف الوايت بلاد سيلز على نفسها تدور دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه في الانفلاماتوري ميدياتور وين اسمه رولينج. اكثر مكان طالع من الانفلاماتوري ميدياتور حندوروه اسمه شني رولينج. فثلاثه هنا دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم شنو اسمها اسمها رولينج. بعدين اول ما حتعرف المكان اللي طالع منه الانفلاماتوري ميدياتور وين حتشد فيه حتدير حاجه اسمها اربعه هنايا هي ادهيجن التصاق. وبعد الادهيجن دكتور العزيز عبور للوايت بلاد سيلز اللي نعرفوه باسم اميجريشن او ميجريشن. بعدها على طول دكتور العزيز تكمل المرحلة بحاجة سهلة طبعا هي تكملة لها اسمها دايابيديسيس اللي هي inactive طبعا سيلف سكويزنج. وبعدين حتمشي دكتور العزيز تطبع الوايت بلاد سيلز هذه المادة الكيميائية منين طالعة باش تدير لي الحاجة المشهورة دكتور العزيز اللي نعرفوها باسم شني فاجو سايتوسيس دكاترة بكل بساطة وسلاسة كلام فيري يونيك اند فيري بيوتيفول وما فسطاش اي مشكله باذن الله العلي القدير. ففي العاده واحد اكتيفيشن اثنين مارجينيشن ثلاثه رولينج اربعه لهذه اربعه طبعا اربعه ادهيجن خمسه لهذه خمسه اميجريشن سته لهذه سته دايابيديسيس سبعه كيمو تاكسيس 8 دكتور البلعامة اللي نعرفها باسم شنو يا دكاترة نعرفها باسم فاجو سايتوسس. شنو اسمها دكاترة هي فاجو سايتوسس. شوية اكتيفيشن اللي داروه انترليوكين واحد زائد شكون دكتور العزيز معلش ليوكوسايت بروموتينج ايجنت مارجينيشن بعدين الرولينج. شكون اللي بيدير رولينج دكاتره سيلكتين بي و اي و ال باهي. شكون اللي بيدير اديجن دكاتره الاديجن يدير الانترا سيلولار اديزيف مولكيول اي كام فاسكولار اندوتيليال سيلولار اديزيف مولكيول في كام. وحاجة تانية اسمها دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة VLA4
وحاجة ثالثة اسمها دكتور العزيز ليوكوسايد دكتور العزيز فانكشنينج انتيجين 1 الموست بوتنت كوز دكتور العزيز معلش اوف اديجن اي كان. بعدين حنمشوا للإميجريشن. شكون اللي يدير إميجريشن دكتور؟ سي دي 31 في ناس سمي فيه بليتلت اندوتيليال سيلولر اديزوف مولكيول اللي هو بي اي كام. طبعا في حاجه ثانيه تدير اديجن وحاجه ثانيه تدير إميجريشن. كويس اكتف طبعا الإميجريشن. دايبيديس بعدين كيمو تاكس. شكون اللي بيضبح عليك؟ البول كيمي اللي طلعت يا دكتور بيضبح عليك البروستاجلاندين اي 2 وبيضبح عليك الليوكوتراين بي 4 وحيضب عليك الهستامين وحيضب عليك دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة البريديكاين اللي هما كيموتاكتيك ماتيريال. هادو يطلعوا باش يزيدوا الكابيلاري بيرمابيليتي ويديروا لي شنو يا دكاترة؟ كيموتاكسس. كويس. مانيا فاجوسايتوسس. هنا لما توصل تاكل معناها دكتور بتبلعم. طبعا انا اللي توصل الدكتور العزيز الاولى نيوتروفيل توصل في العاده ما بين 6 و12 ساعه الاولاد واللي توصل بعدها المونوسايت. لكن لخدمه الاولى فصل التيشيو هنا اللي اسمها تيشيو شني ماكروفاج لان كل نسيج دكتور العزيز عند الماكروفاج الخاصه به. كويس. فالفاجوسايتوسس عندنا اوكسجين ديبندنت كيلينج ونون اوكسجين ديبندنت كيلينج. طبعا الكيلينج انا يا دكتوري H2O2NO نيتريك اوكسايد ادو اسباب دكتور العزيز الاكسجين ديبندنت كيلينج بكل بساطه وسلاسه. باهي دكتور العزيز بايروكسيدايز انزيم اكتيفيتي باهي تمام يا دكتور. وان الاكسجين ديبندنت كيلينج في العاده وظيفه اللايزوزومال انزيمز. لما نجي نتكلموا في الانفلاميشن على حاجه اسمها دكاتره بكل بساطه وسلاسه سيلولار رياكشن. ففي العاده دكاتره السيلولار رياكشن عندنا very important points عليه. شنو هما very important points؟ دكاترة احنا كنا نعرفوا ان في steps هنايا هنا في الاول نقولوا ان الانترليوكين واحد واليوكوسايت promoting agent هما اللي يديروا activation white blood cells. هنا ما يبقوا شكي يبقوا رقم واحد rolling هما مفروض activation الاول طبعا بعدين margination جي في الحاشية زي توا هنايا هيكي مفروض activation بعدين هذه اسمها مارجينيشن او بافيمنتيشن بافيمنتيشن او مارجينيشن دكتور العزيز ان هي تجي في الكورنر بتاع البلاد فيزلز. بعدها مفروض يصير رولينج. هم يحكوا عن رولينج اللي يصير قبل ما يصير اتاتشمنت بتاع دكتور العزيز الوايت بلاد سيلز اللي هم هنايا النيوتروفيلز دكاتره مع الانتجرنس. فانا بيك تركز باهي هذه وايت بلاد سيلز هذه وايت بلاد سيلز كلهم نفس السيناريو. هذا الليوكوسايت بروموتينج ايجنت واحد اللي هو انترليوكين واحد معاه يحفزوا يديروا دكتور العزيز مفروض اكتيفيشن الاول وبعدها بعد الاكتيفيشن جي في الحاشيه اسمها مارجينيشن وبعد المارجينيشن هنا يصير التفاف لكريات الدم دكتور العزيز البيضاء اللي هو نعرفه باسم رولينج وبعد الرولينج دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه ادهيجن التصاق وبعد الاديجن زي ما انت قاعد تشوف اكتف بروسيس اسمها دكتور العزيز اميجريشن او ترانس ميجريشن اللي هو عبور كليات الدم البيضاء هذه بقى كويس. بعدين دكتور العزيز دايابيديسز بعدين دكتور العزيز كيموتاكسز وفاينلي يعني بتمشي كليات الدم البيضاء هذه في اتجاه الميكروب هذاي. فاينالي دكتور العزيز بتدير لفاجوسايتوسيس وطبعا دكتور العزيز الفاجوسايتوسيس ممكن يكون بينو ممكن يكون اندو زي ما احنا نعرفه وبطلع لها بروتوليتيك انزيمز دكتور العزيز او بتستخدم الاكسجين ديبندنت كيلينج. كلام عادي وتافه وبسيط جدا. في بعض الفاكولتيز دكاتره بعض الكليات ما يبوش هيك يبوا رولينج الاولى بعد الرولينج دكتور العزيز يجي الاكتيفيشن وبعد الاكتيفيشن دكاتره بكل بساطه وسلاسه يصير رولينج مره تانية. فهذه طبعا هذه التنت اديشن الطبعه العاشره من روبن باثولوجي. تمام.
فthis is the last edition. هاي according to your faculty حاطط في شيتها، لكن في العادة هو activation زي ما قلنا، margination اللي هو pavimentation ruling، وبعدين دكتور العزيز adhesion transmigration وانت ماشي. توني بيك تركز. الوايت بلاد سيلز عنده على سطح دكتور العزيز سيلايل لويس اكس موديفايد جلايكوبروتين اللي هو adhesive protein هذا. كويس دكتور، وهنا هي عندنا حاجة مشهورة نعرفها باسم integrins أو selectins. selectin E و P طبعا هما مسؤولات على شنو دكاترة معلش على الرولينج. كويس باي دكتور معلش، الانتجرينز هما منونجو والسيلكتينز على صار لهم بروليفريشن على السطح معلش، الانتجرين والسيلكتينز اللي هما وانتجرين هو سيلكتين هو الانتجرين، باي علاش نحطه على السطح؟ لنطلع الانترليوكين واحد والتيومر نيكروتينج فاكتور اللي هما سايتوكينز دكتور العزيز زادوا البروليفريشن تاعهم. عادي جدا، تافه جدا، بسيط جدا. توني بيك تركز دكاترة، هير وي ار، صار رولينج بعدين بيصير اديجن. بايش كل مسؤول على الاديجن دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم الله يبارك فيكم، اي كام او بمعنى صح دكتور العزيز انترا سيلولر اديزيف موليكيول اللي هو في العاده يرتبط باليوكوسايت فانكشنينج انتيجين 1. كلام عادي وتافه وبسيط وسلس جدا دكاتره، ما في شيء مشكله. باي كويس، هذا دار اديجن اي كام، وحتى مع حاجه ثانيه اللي هي في اي كام فاسكولار اندوثيليال سيلولر اديزيف موليكيول. اي دومي مسؤولات على شنو دكاترة؟ على الاديجن، غير ما تنساش ان هذا موجود على سطح الوايت بلاد سيلز، وهذا اللي نتكلم عليهم الاي كام والفي كام. الترانسميجريشن بعدها دكتور العزيز او العبور خلال الكابيلاريز طبعا، وكيف عرفت ان هذا دكتور العزيز المكان اللي مفروض دير فيه ترانسميجريشن؟ كمية الكيموكينز الكيموتاكتيك ماتيريال اللي طلعت زي الهستامين والبروستاجلاندين والبريديكاينين دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسل. ترانسميجريشن بيدير عن طريق البي اي كام اللي هو بليتلت اندوثيليال سيلولر اديزيف موليكيول واحد اللي هو سي دي 31. هذه الطريقة اللي بتدير بها دكتور العزيز ترانسميجريشن. كويس دكتور، لحديت هنا كلام عادي وتافه وبسيط جدا. تعالوا مع بعضنا دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم نمشوا خطوه لقدام. زي ما انت قاعد تشوف دكتور معلش من فضلك، هادو سيلكتينز وهادو انتجرينز. سيلكتين عندي ال وبي وإي. بي وإي قلنا مسؤولات على الرولينج، معهم ال مسؤول على الرولينج دكتور بكل بساطه وسلاسه، لكن برضو دكتور العزيز سيلكتين دكتور العزيز اي يساعد دكتور العزيز حتى في الاديشن. لكن لو سالك شكون الموست موست بوتنت ادهيرنت اديشن تقول لدكتور العزيز اي كام. باهي يلا معايا دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم نمشوا هنا مع بعضنا باش نشطبوها. سيلكتينز انتجرينز. كويس دكاتره معلش من فضلكم، سيلكتين عندي قداش؟ عندي اي بي و اي و ال. باهي كويس، وين موجودات المكان اللي المفروض يكون موجودات فيه؟ نيوتروفوز مونوسايتس تي سيلز بي سيلز لما يبدو نايف طبعا، اندوثيليال اكتيفيتد باي سيتوكينز دي ان اف والانترلوكين واحد يساعد في بروليفريشن بتاعهم. باهي تافه بسيط، حتى الهستامين يقدر يدير الحاجه هذه دكتور العزيز، والترومبين نفس الشيء. باهي دكتور معلش الليجند وين يرتبطوا من فضلكم لو سمحتوا؟ سهله وبسيطه جدا، يرتبطوا مع سيل لويس دكتور العزيز فاكتور 10. باهي اما فاكتور فاكتور 10، لكن كل خليه منهم دكتور العزيز راهو عندها ليجند او مرتبط يرتبط بدكتور العزيز بالسلكت، لان هذه موجودات على الاندوثيليوم. باي كويس دكتور معلش من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك، انت لما تتكلم على الكلام هذايا فانت لازم تعرف دكتور العزيز بكل تفاهه وبساطه ان احنا راهو هادو وظيفتهم شني رولينج وممكن يساعدوا على اديشن. لما جيني تكلمني على الانتجرينز دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم، اللي هو الليوكوسايت فانكشنينج انتيجين 1 مع شكون يرتبط؟ مع الاي كام 1. واضحة بسيطة جدا 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 جدا. باهي ومالا شكون تاني؟ فاسكولار ليجند اي 4 بروتين اللي هو سي دي 49 وسي دي 29. كويس وين نلقوه دكتور العزيز؟ عليه المونوسايتس. باهي وين يلتصق في كام اللي هو فاسكولار سيلولار اديزيف مولكيول دكتور العزيز؟ واحد. كويس ممتاز جدا، حتى الالفا 4 بيتا 7 اللي هو انتجرين دكتور العزيز برضه موجود على المونوسايتس والتي سيلز طبعا دكاتره معلش من فضلكم، وفي العاده دكاتره بكل بساطه وسلاسه يرتبط بالفيكا. باي كويس، معناها اني ما ننساش دكتور العزيز بكل تفاهه ان راهو الارتباط ليوكوسايت فانكشنينج انتجين اللي هو سي دي 11 وسي دي 18 راهو نيوتروفوز مونوسايتس تي سيلز دكتور العزيز افكتور اند ميموري سيلز عندهم. ما ننسوش ان المونوسايتس اكتيفيتنج كونتراكتايل بروتين دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه موجود على سطح شكون؟ مونوسايت اند نيوتروكسينز ماك 1 احنا نقولوا له في بعض الاحيان دكاتره معلش من فضلكم لو سمحتم. ففي العاده دكتوري
لو سمحت الله يبارك فيك ويسترك ويكثر من امثالك دكاتره. انت لازم تستوعب كويس الكلام هذا. دو فارغه اميونوجلوبولينز دكتور العزيز زي سي دي 31 على الاندوثيليال سيلز واليوكوسايتس، وفي العاده سي دي 31 هي مبايوتيك انتر اكشن، يعني داخل دكتور العزيز البون مره احنا ما لناش علاقه بها. كويس، نمشوا خطوه لقدام، نمشوا خطوه لقدام. شن قلت لي انت دكتور؟ قلت لنا الكليه شن قالت؟ احنا راهو نبدو بالاكتيفيشن، نمشوا للمارجينيشن وبعدين الرولينج. لكن هم لفتها هي برضو يقولوا لها رولينج، فما تلخبطش على حسب ما انا شكون الكليه هنايا، حتلقوني نعطيكم اوفر فيو في الاسئله والمراجعات. كويس دكاتره معلش، سيلكتين بي سيلكتين اي باي، كويس يرتبطوا مع شكون دكاتره معلش ينفضكم لو سمحتم الله يبارك فيكم، يرتبطوا مع الليجند بتاعهم اللي هو دكتور العزيز سالا لويس موديفايد بروتين باي. كويس زي ما انت قاعد تشوف هنايا، هذا وهذا وهذا نفس الشيء، وين يرتبطوا دكتور معلش بالسيلكتينز. كويس بعدين دكتور العزيز الانتجرين هنا كان لو افينيتي، الانتجرين هنا اصبح هاي افينيتي، فبرضه يساعد على الارتباط لو انت لاحظت. لما الانتجرين شكون اللي بيرتبط به؟ اي كام دكتور، اي كام، الاي كام يحب دكتور العزيز الليوكوسايت فانكشنينج انتجين، الليوكوسايت فانكشنينج انتجين يحب الاي كام. كويس دكتور معلش بعد ال الاديجين ترانسميجريشن سي دي 31 بي اي كام قلنا كلام عادي تافه جدا بسيط، بعدين هنا دايابيديسيس وبعدين كيموتاكسيس دكاتره في اتجاه السايت باش نديرو فاجوسايتوسيس ومو حنديرو اوكسجين ديبندنت اوكسجين نون ديبندنت كيلينج. دكتور العزيز بكل تفاهه وبساطه قصدي كلام اسهل منه وابسط منه ما فيش. معلش هير وي ار، لما جينا كنت تكلمنا عليه السيلولر كيلينج، فالعاده دكتور العزيز السيلولر كيلينج اللي هو بعد ما نديرو احنا دكتور العزيز فاجوسايتوسيس، فعندنا زوز ثيوريز. الطريقة متاع قتل الوايت بلاد سيلز دكتور العزيز اللي هي زي النيوتروفولز او المونوسايتس، الطريقة اللي يقتلوا بها دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة طريقتين، يا لايزوزومال انزيمز يا اوكسجين راديكالز او راديكال اوف اوكسجين سبيشيز. كويس دكتور في العادة ممكن نديروا فاجوسايتوسيس بتفاعل بساطة الأشياء زي ما أنت قاعد تشوف زي توا. كويس هذا فاجوزوم يرتبط معها اللايزوزوم لفصل الانزيمات، يصير لنا فاجوزوم اللايزوزوم الفيوجن، طبعا هذه في العاده اللي يدير لها انيبيشن او يمنحها التي بي. باش نديروا ديجريديشن عن طريق الانزيمات دكتور العزيز، شنو هما الانزيمات؟ زي الالاستيز والكولاجينيز اللي تطلعهم المونوسايت، او ممكن تكون نيوتروفيلك دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه معلش سامحوني، ممكن تكون نيوتروفيلك دكتور العزيز بتفاعل وبساطه الاشياء لايزوزوم الانزيم زي البرايمري ازيروفيلك جرانيولز تعطينا مايلو بايروكسيديز هايالورودينيز الاستيز اند كولاجينيز، او السكندري جرانيول اللي تعطينا كول كولاجينيز اي ال بي اند لاكتوفيرن. في العاده دكاتره بكل بساطه وسلاسه هذه الطريقه اللي احنا نستخدمه فيها في اللايزوزوم الانزيمز فور كيلينج زي ما انت قاعد تشوف تو صار ديجريديشن اند كيلينج. في طريقة تانية دكاترة اللي هم الفري راديكالز اللي تفرزهم نفس الشيء دكتور العزيز النيوتروفولز اند مونوسايتس، واللي هم في العادة زي ال H2O2 OH سوبر اوكسيدايز اوكسجين O2 ماينس اند نيتروكسايد، وطبعا نيتروكسايد في منها انواع دكتور العزيز انديوسبل اند نون انديوسبل، ولازم تركز في الكلام هذا زي ما قاعد انت تشوف هنا سيتوبلازميك اوكسيدايز شنو يدير؟ يحفز الممبرين اوكسيدايز، الممبرين اوكسيدايز هذا شنو يبي دكتوري؟ ناد بي اتش يعطينا ناد، الممبرين اوكسيدايز ياخذ الاكسجين دكتور العزيز يعطينا سوبر اوكسيد اكسجين زي ما انت قاعد تشوف هنايا اللي هو بيعطينا اتش 2 او 2 اللي هو في العاده دكتور العزيز ويذ فيرس حيعطينا او اتش بتفاهه وبساطه الاشياء. دكتور بكل تفاهه وبساطه سهل بسيط مباشر جدا، وهذه الفاجوسيتك فاكيول شنو يصير لها؟ او الارجينين بالانديوسد نيتروكسايد دكتور العزيز يعطينا ان او فري راديكالز دكتور العزيز، والفري راديكالز هذه تدير في كيلينج، فهذا انواع الكيلينج دكتور العزيز. او بعد الفاجوسايتوسس كيف نقدر نقتل؟ نقتل بالفري راديكالز او نقتل باللايزوزومال انزيمز دكاتره بكل تفاهه وبساطه، فيري يونيك اند بيوتيفول.